السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم أي شخص يتعرض إلى حالة طارئة أو حالة مرضية صعبة، لما يذهب إلى طوارئ إحدى المستشفيات تكون حالته جدا خطرة وبين الحياة والموت، ولما نشاهد جهاز الصعقة الكهربائية نقول أنه هو هذا الأمل الأخير، أما للحياة أما العودة إلى الحياة أو يفارق هذه الحياة. اليوم الوضع المائي تقريبا بنفس الوضعية اللي نشاهده وخطورته. عندما قررت وزارة الموارد المائية وعبر إعلان من خلية الإعلام الحكومة استخدام الخزين الميت لبحيرة الثرثار، من النوادر استخدامه وتكون دائما في قاع البحيرات، ومن الغريب أيضا استخدامه. استخدام هذا اليوم الخزين الميت دلالة كبيرة على الأزمة المائية الخانقة اللي يعيشها العراق. رواء دجلة والفرات من هذا الخزين هو ينذر بكارثة حقيقية وكبيرة. صحيح احنا عايشين أزمة عالمية بموضوعة المياه، وشاهدنا بحيرات لها تاريخ واسم في وسط قارة ما عايشة الموضوع الأزمة الحرارية أو الاحتباس الحراري أو تغير المناخ مثل القارة الأوروبية. شاهدنا بحيرات جفت، قلة المناسيب المياه المستمرة للعراق من قبل دول المصدر من إيران وتركيا، إضافة إلى السياسة الخاطئة المعتمدة، السياسة الخاطئة المائية. وشاهدنا العتب الكبير من وزير الموارد المائية على وزارة الزراعة باستخدام طرق ري تقريبا صار نستخدمها مئات بل آلاف السنوات، من موضوع الري السيحي وغيرها من هذه الأمور. لماذا اليوم وزارة الموارد المائية قررت استخدام الخزين الميت؟ أو بالأحرى هو شنو الخزين الميت حتى أيضا المشاهد يعرف عنه معلومات؟ ما هي الحلول المستقبلية؟ لماذا وزارة الزراعة إلى الآن لم تتحول إلى طرق ري حديثة مثل ما كل البلدان المتطورة زراعيا تستخدمها؟ كل هذه الأمور راح نناقشها مع ضيوفنا، ولكن خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومستمرين بحلقتنا لهذا اليوم اللي تتحدث عن موضوع استخدام الخزين الميت لبحيرة الثرثار وبداية تمويل نهري دجلة والفرات من هذا الخزين اللي من النوادر أو ممكن لأول مرة استخدامه حقيقة مثل ما صرح وزير الموارد المائية. طبعا ضيوفنا جاهزين بالحلقة أو لا؟ أحبة المشاهدين طبعا عبر السكايب الأستاذ عادل المختار الخبير المائي والخبير الزراعي اللي صار له تقريبا عدد من الأشهر دائما يحذر من الأزمة المائية، ولكن بدون للأسف بدون رد من قبل الجهات المعنية. أهلا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا أستاذ ظفر. طبعا نرحب بك في برنامج أرض السواد، هو برنامجك استاذ عادل. بالبدايه اليوم المشاهد يريد يعرف او يريد تعريف علمي يفهم ما معنى الخزين الميت. الخزين الميت هو المياه اللي موجوده في اسفل الخزان ومن الصعوبه تطلع بانسياب، يعني اللي المي الباقي في القاع. احب انطيك اياها بالارقام، الثرثار يوسع 80 مليار، 40 مليار هو الخزين الحي اللي يطلع تلقائيا مجرد فتح الابواب والزقاقات، فهذا راح ينساب ويطلع، لكن ال 40 الاخرى يراد له واسطه حتى نسحبها، ولذلك حطوا ماطورات حتى يبدون يسحبون الخزين الميت ويستخدموه، وهذا كميته 40 مليار متر مكعب.
السؤال، هل هي كلها صالحة؟ حتى نكمل الموضوع في الدور. نعم. هل هي هاي الأربعين كلها صالحة؟ لحد الآن المؤشرات تقول أول 10 أو 15 مليار متر مكعب هذه جيدة ممكن استخدامها، وأكيد الـ 15 الأخرى اللي في الأسفل هذه تقريبا تكون تعبانة، ويبقى الـ 15 الأخرى هذه عاد ممكن أني من وجهة نظري 5 أو 10 أخرى ممكن إذا جرينا لها معالجات ممكن تفيدنا في الظروف الصعبة. نعم. يعني استاذ عادل، يعني شنو اللي يمنع انه استخدامها؟ انه قلنا مثلا اول 10 مليار متر مكعب او 15 ممكن جيده، الباقي شنو؟ شنو المضرر؟ شنو يعني مثلا صارت دائما مالحة؟ دائما النوعيه تصير رديئه، لان هاي صار لها سنين في قعر البحيره واكيد بيها كبريت اكثر، ملوثات املاح تصير اكثر، يعني بيها حسابات انه هي نوعيه المياه غير جيده لانها متراكمه، وتعرف في اسفل القعر دائما اكو اتربه واكو احنا نسميها اخياس اللي موجود، فلذلك المياه هذه ما تكون نقيه 100% والا تجري عليها يعني اجراءات، لكن هو السؤال المطروح كميه اللي ممكن ان نستخدمها، انا من وجهه نظري ممكن تكون 20 مليار واذا جرينا في التنقيه للباقي ممكن 5 اضافيه، وهذا رقم ترى جيد جدا 25 مليار اذا قدرنا نناور به. السؤال اليوم اللي ممكن نوجهه اليوم، احنا دخلنا مرحله العجز المائي، انا اسميها مرحله العجز المائي، احنا دائما سابقا كان عندنا خزين وينقص باستمرار نستخدمه، يعني العام الماضي كان الخزين 34% وصرح المستشار وزير الموارد المائيه قال انخفض، ذكر قال العام انخفض الخزين مالنا 50% عن العام الماضي، معناه اليوم عندنا 17 والعام صرفنا 17، اذا كان عندنا بحبوحه مائيه او يعني اكو كميات مياه كنا ندعم بها، اما هالسنه هو الموجود 17 واحنا نصرف 48، تشوف نعطيك اياه بالارقام حتى لا. المشاهد يفهم الامور بشكل واضح، واحنا نصرف 48 مليار حسب تصريح مستشار وزير الموارد المائيه، اذا العجز المائي بحدود 31 مليار متر مكعب اذا استمرينا بنفس الخطه الزراعيه. استاذ عادل، استاذ عادل، هل انت بما انك خبير بموضوعة المياه وموضوعة يعني هاي صار لك سنوات كبيرة وكثيرة جدا تتكلم بهذا الموضوع، عندك خبرة بموضوع المياه، هل العراق لأول مرة يستخدم الخزين الميت؟ حقيقة هو هذا فعلا، كانت الفكرة وصلت أيام زمان أنه قد يوصلون لاستخدام الخزين الميت وحضروا الماطورات وكل شيء، لكن يعني متى معالجته؟ حقيقة لو تتذكر من برنامجك الكريم يمكن أنا قبل 6 أشهر أو سنة طالبت بسحب كميات من الخزين الميت، يعني الاعتماد على ما ترتاح، لأن حتى شنو نحاول نجدد أمور عم بقي إلى من ضام أنت، يعني هسه بدل المفروض قلل إطلاقات سد الموصل وزيد إطلاقات الترتار، ليش حتى هذا الخزين الميت يطلع وباكر عقبه من تجي أمطار قد نقدر نجددها؟ يعني ملاحظة أني أطرحها أمام وزارة الموارد المائية قد تكون خطأ، لأن تعرف أنت مو كل شيء إحنا نقوله صح، صحيح. وأكيد وزارة الموارد المائية عندها خبراء، لكن إحنا اليوم وصلنا للعجز المائي. طيب أنت اليوم عندك بالخزين عجز مائي، لكن اليوم أنا أريد أحكي لك بأسلوب مغاير، راح تقول لي شو مغير رأيك اليوم؟ نعم. اليوم عندنا 17 مليار بالسدود بصورة عامة، وعندنا 20 مليار بالثرتار، وعدنا 31 مليار مياهنا الجوفية اللي البنك الدولي يقول العراق أكبر دولة من الدول العربية عندها مياه جوفية تقدر ب 31 مليار، إذا تحسبها لهاي قد يطلع 68 مليار فعلا. طيب الإيرادات تجينا من تركيا وإيران أيضا بحدود 30 مليار، طيب إذا إحنا في وضع يعني ما نقول حرج جدا، لكن هذا كله المياه العدل،
لكن اسلوب العمل مالتك هو خطأ. وأنا أتعجب لحد الآن وزارة الموارد المائية تتحمل كل الكلام عليها لكن ما تحكي بوضوح وتقول اليوم وزير الموارد المائية من عد تقريبا تصريح قبل أسبوعين يعني يهاجم وزارة الزراعة، يقول احنا مو معقول انه كل اليوم كل الثقل اليوم انه تحمله دائما وزارة الموارد المائية، تقول اين دور وزارة الزراعة مثلا بنشر تقنيات الري الحديث؟ لأول مرة اليوم انه وزير الموارد دائما المعروف كشخصية هادئة لا تهاجم احد، اليوم تكلمت بقسوة، تكلم بقسوة على وزارة الزراعة. وهذا هو صحيح، وهذا يعني متأخر جدا، يعني انت صار لك سنتين الكل يذبون اللوم عليك. وتتذكر اني دائما ادافع عن وزاره الموارد المائيه صح. لان هي ما تقدر تصنع المي. على سبيل المثال يجينا 30 مليار وعندنا 17 هاي 47، انت تصرفها بلحظه شلون؟ صح؟ في هذا الظرف على سبيل المثال دوله مثل الاردن بمليار واحد تزرع وتاكل وتصدر، تزرع فعلا. وتاكل وتصدر، واحنا 48 مليار ما نعرف ناكل فعلا. ظلوا ويانا استاذ عادل، ظلوا ويانا. ولكن احبه المشاهدين اكو هناك تصريح مهم لوزير الموارد المائيه حول استخدام الخزين الميت، خلينا نشاهد هذا التصريح وراجع. رجعنا وياكم احبه المشاهدين ومستمرين بحلقتنا، ونتكلم ايضا ونناقش الموضوع مع الاستاذ عادل المختار الخبير المائي والزراعي. استاذ عادل، من خلال تصريحات يعني وزير الموارد المائيه يعني من خلف اليوم واحد يقرا لغه الجسد، يقرا طريقه كلامه، اكو خطر كبير جدا، اكو يعني ازمه لنعيش ازمه. ليش كانت وزاره الموارد المائيه الاشهر السابقه تقريبا صار لهم سنه الى تقريبا قبل شهرين ثلاثه كانوا هناك انه حاله من الاطمئنان واحنا مسيطرين على الوضعيه والامور ماشيه والخطه الزراعيه ماشيه؟ بدا يقل ووصل اللي قلت لك مرحله العجز. اليوم عندنا عجز مائي كبير، هذا منين راح يسده؟ من الايرادات اللي تجي من تركيا. طيب اذا ما جت ايرادات، تركيا ايضا تعرضت الى جفاف وقد يحدث اي طارئ، اذا شلون راح تعوض النقص مالتك؟ فاذا واضح انه الخطه الزراعيه لهذا الموسم راح تقلل 50% عن السابق ايضا، يعني قد تصل الى مليون، واحتمال اذا كانت الايرادات من تركيا ضعيفه او موسم امطار قد تلغى، يعني هذا كل شيء متوقع في هذا الظرف المائي الحرج. لكن السؤال هو ليش وصلنا لهذه المرحله؟ تتذكر حضرتك سؤال مهم في 2019 تتذكر ايام الفيضانات والكميات المياه ترسنا 60 مليار سدود، وفي 2020 كان هناك امطار ايضا ما استخدمنا الخزين، 21 و22 اليوم طبينا في مرحله العجز المائي، انه الكميه المتبقيه احنا نقول شعب السدود شعبيه. طيب انت وين كنت؟ السؤال المطروح، 85% من الاطلاقات تستخدمها وزاره الزراعه، رقم ضخم كبير كان المفروض تعالج بهذه الامور. اليوم شنو الحل؟ راح تقول لي زين هسه احنا في هذه المرحله شنو نسوي؟ اليوم يجب ان نحط خطط بمنظومات ري حديثه ادخال الزراعات، لان تعرف حضرتك نعم. القطاع الزراعي اليوم كله متعثر او متوقف، يعني بطاله كبيره، قد نشهد نزوح وبدا النزوح طبعا من الريف الى المدينه صح. وهنا راح تصير الكارثه. اذا يراد لك ثوره زراعيه، القروض يجب ان تطفى، يجب ان يكون هناك تسهيلات حتى الفلاح يقدر ينهض. انت اليوم رغم التاجيل يشوف مصرف زراعي يركض ورا الفلاحين حتى يحجز على بيوتهم، والله ذولا متلكئين، انت مو راح تاجل سنتين، شلون تركض ورا؟ زين منين يدفع لك اذا ماكو؟ يعني احنا دا نقول خطه زراعيه راح توقف، منين راح يدفع لك؟ يقول لا نش علي. هاي واحد. ثانيا اليوم ايضا مشكله اخرى اللي هي التسويق، انت اليوم مشكله التسويق خلق لنا مشاكل. على سبيل المثال المتجاوزين، هم من المتجاوزين اللي يربون بحيرات اسماك والنوع الثاني صح. الحصه المائيه اللي جوارينهم حتى يزرعون حنطه او شعيره او اي شيء. اذا والدوله تسوق هذه التسويق، انت شلون تسوق هذا متجاوز بايق المي من جيرانه؟
فإذا أكو إشكاليات يجب أن تعاد النظر. اليوم يجب ثورة زراعية، ويجب تأسيس فريق غرفة طوارئ. كل دول أوروبا تعرضت لجفاف مسوية خلية أزمة، غرفة طوارئ، شو تريد تسميه، من الخبراء وليس نفس الكوادر. أنت ذاك اليوم يسوون لجنة نفس الكوادر جابوا والله يا لجنة يا لجنة أستاذ عادل. نعم، أي لجنة، أي لجنة سووها نفس الخبراء؟ يريدون يسوون هم لجنة لمناقشة الوضع المائي، هم نفس الشيء. احنا نريد لا خبراء، الناس كبار السن المتقاعدين المشهود لهم، ذولا نجيبهم، مو تجيب نفس الكادر اللي صار له سنين وما سوى شيء. هذا الفرق. دول الاوروبيه وغيرها تجيب الخبراء. يعني اول بارحة كان لقاء متلفز لمستشار الفاو الاف اي او بالعراق اعتقد، شو يقول؟ يقول احنا شركاء مع وزارة الزراعة، فرحان، هو شريك. طيب احنا دا نغرق وغرقانين، والقطاع الزراعي كله دا ينهار، الثروة الحيوانية دا تموت، الجاموس يموت، الاسماك اتعثرت ودا تموت، ها؟ وهو شريك، زين شنو فائدتك؟ وين خبرائك؟ وين توصياتك؟ وين بس تحاذير؟ يحذر انه الواقع المائي بالعراق، يحذر الزراعة ما وهذا كلام. شنو فائدة المنظمات الدولية بالعراق؟ البنك الدولي والاف اي او واليو اس ايد والجي ار زد، شنو ذولا والباقين؟ شنو قيمتهم؟ شنو دورهم في هاي المحنة؟ طيب الباقين شنو المطلوب من عندهم استاذ عادل؟ اليوم هم اذا احنا وزارات وموظفين ورواتب وتخصيصات وقانون امن الغذائي، ومن فشل الى فشل، وماكو فد نجاح باي ملف، لا بالملف المائي ولا بالملف الزراعي. اليوم احنا نطلب النجاح، ونطلب اليوم انه يتدخلون المنظمات الاجنبيه. شنو المطلوب؟ وليش لا؟ وليش لا؟ مو بشر؟ مو بشر دا يهج ويموت؟ مو بشر دا يموت من العطش؟ لا، شنو فائده الامم المتحده والمنظمات الدوليه؟ هذا الاهوار، تتذكر حضرتك من دخلت التاريخ التراث العالمي لليونسكو، شفنا اللي يرقصون واللي يغنون صح واللي يروحون واللي يبكون. هسه الوضع المائي اللي بالاهوار متدني، ماكو احد يطلع يناشد الامم المتحده المنظمات الدوليه، يصير مشكله صح لا لا؟ صح. هذا القطاع الزراعي، هاي الفلاحين، يعني انا انادي باطفاء القروض مالتهم، ايقاف الاجراءات. استاذ عادل، استاذ عادل، بما انه جبنا موضوع الفلاحين، كانت احنا عندنا حلقه ميدانيه، ما راح اقول لك انه انا بالبصره لو ميسان، لا، بجنوب بغداد باللطيفيه، شوف معاناه الفلاحين بموضوعة المياه. احبه المشاهدين، خلينا نشوف هذا الفيديو وهذا اللقاء مع احد الفلاحين ومربي الثروه الحيوانيه وراجعين. زراعه ماكو. ليش؟ ماكو مي، منين يجي المي؟ شوف هذا الشجر مال يبس، هذا الشجر هالاماكن هذا ابي يبس، هذا اليبس بالهلاك، حطينا له مي مالح يبس الشجر. هاي يعني قبل هم كنتوا تعانوا مرات من موضوع مياه؟ لا لا هاي هسه، لا لا هاي هسه بس السنه هاي كان عندنا مي خير من الله، هذا فلفل وبانيه وزراعه. ايه تمام، هسه ماكو، كله مات، لا جت ولا بانيه ولا عندنا حلال نموت. زين ابو انور، اي كل منطقه كل ناحيه اكو موضوع، اكو موضوع انه دائره الري ايه تقدم مو شكاوي، يتصلون تتصلون بيهم؟ والله ما، لان احنا بيتنا صاير على الرأي، من يجي المي يبدا مراشينه وزايد ياخذ المي. ايه هسه ماكو المي عليهم تروح بعد. بس الارواي بي لو ما بي؟ لا ماكو، صفر، سارح بي الهوش ابد. صار لنا كم شهر ما بي مي؟ صار لنا تقريبا والله اربع شهور، يعني من بدا الصيف؟ اي من بدا الصيف. اي والله. زين اليوم انتم كعائله، اليوم عائله معتمدين حياتكم على الزراعة، على الزراعة وعلى تربية الثروة الحيوانية. نعم نعم. شلون مقضيها؟ ايش تسوون؟ هسه شو نسوي؟ احنا حلالنا مات، انا مات اللي ست هوايش قلت لك كبار. سعر الوحدة مليونين ونص. وتقريبا خمسة ستة صغار موت. يعني بال 15 مليون خسرت. أكثر بال 20 مليون. إيه. وهذا سوينا هاي البرينة نشربها من هذا قام يموت. هذا بير. إي بير، عيونه تورم ويموت، مي مالح. ماكو مي. البير هذا كم مترة؟ هذا 13 متر. اذا اعمق ما يجي مي حلو؟ مالح قام يطلع، كل ما نغمج يطلع مالح. هذا بيس حفرته هذا البيت؟ هذا حفرناه تقريبا 150 الف. 150 الف. اي. ايش تستخدمون مي البير؟ لشنو؟
للمواعين الغسيل هاي مواعين وللحلال الحلال قام ما يشربه يموت. ليش ليش قام يموت من يشربه؟ ومي ما له حاله. صحيح يكون حالات عامة عندها؟ اي عامة كلها حامة تورم عيونها وتقع وتموت. والله قادوها منا لهنا ماتت. الله يمنا كان دمها هنا والله يمنا لهنا ماتت. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. نرجع مع الاستاذ عادل المختار. استاذ عادل شفت اليوم معاناه اليوم ناس اتكلم لك عليهم انه من جنوب بغداد، ما اتكلم لك من محافظات بعيده، وهاي لازم يكون وفره مائيه عندهم، وهاي لا حلال بقى عندهم، لا زراعه بقت عندهم، الارواء الخاص بهم جاف من بدايه الصيف الى الان. هؤلاء ما يستحقون اليوم التعويض من الحكومه العراقيه؟ يعني انت دا تطلب المستحيل للتعويض، لان انت 2017 من هلكت الاسماك منو عوضهم؟ الفيضانات اللي جت منو عوضهم حتى هسه؟ ما حد يعوض. لكن المشكله منو راح يدافع عن حقوقهم في هاي المعنه؟ هسه هو خسر ما يخالف، بس شلون يبطل الزراعه لو راح يرد يرجع يزرع؟ واذا زرع هل الوضع راح يتحسن؟ زين اذا ما تحسن ليش قد؟ دا تشوف اسئله الى اين احنا رايحين؟ سؤال اليوم، اليوم سؤال احنا لي وين رايحين؟ في هاي الظرف العالم كله مهتز، واحنا خامس اكبر دوله متضرره بالعالم وما حد داير بال، لا خليه ازمه، لا رئيس وزراء يجتمع، لا ما يعني ولا زراعه، يعني انا اقول وزاره الزراعه ليش هي مهتمه تروح تجيب اسماك؟ ما تفتح الاسواق خلي التجار يجيبون. صح لو اني غلطان؟ ليش انت رايح؟ شنو السر؟ طيب منظومات الري ليش انت تروح تجيب؟ ما تفتح الاسواق، تدري الاسواق ما بها منظومات ري بالري، بينما هو الوقت هسه كل دقيقه تعبر انت متضرر، كل دقيقه تعبر ما توفر منظومات ري، احنا دا نروح للهاويه وبسرعه كبيره، ترى التداور دا يصير سريع. تصورني؟ فاذا شنو حلولك؟ زين زراعات حديثه ليش ما تدخل يا اخي زراعات حديثه؟ الهيدروبونيك اجروبونيك، الارشاد وينه؟ قطاعات كامله نايمه، البحوث وينها؟ اكو مفهوم يقول لك احنا من نسوي ننصب مرشات في الجنوب تنسد وتسوي تملح، زين البحوث وينه؟ ما يطلع يجاوب، مسؤول ما يطلع يحكي بهالوضوح. ماكو مشكله. استاذ عادل ظل ويانا والان عبر الهاتف الخبير المائي والزراعي الاستاذ جمعه الدراجي. اهلا بك استاذ جمعه. اهلا بك استاذ ظفر، حياك الله. ربي يخليك. استاذ جمعه اليوم كخبراء بهذا المجال ومختصين بهذا المجال، استخدام الخزين الميت شو تولد عندكم من افكار؟ شنو قراءتكم للمستقبل المائي العراقي؟ السلام عليكم، تحية إلى مستمعيكم ومشاهديك الكرام، تحية إلى الأخ الخبير الأستاذ عادل المختار ضيفك. ربي يخليك، أهلا وسهلا. تحية إلى ملاك القناة. ربي يحفظك. اليوم استخدام الخزين المائي مؤشر على نضوب كافة الإطلاقات المائية المتوفرة لدى الحكومة العراقية. وحقيقة أن الخزين الميت يعني وصلنا إلى درجة من الشحة، بحيث رجعنا إلى الاستخدامات اللي هي لا تفي إلا الحد الأدنى من الاستخدامات من مياه الشرب. نعم. وحتى هذا الخزين الميت له درجة محددة من الاستخدام، يعني هو حسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية الاستخدام يبدأ من المنسوب الارتفاع 40 متر. نعم. وهناك احتمال يتوقف الخزين عند المتر 34، وحتى هذا الاستخدام للمستوى 40 متر اضطرت وزارة الموارد المائية إلى حفر قناة مقدارها كيلوين و200 متر، وحتى واجهتهم صعوبة بالحفر، ودوا منطقة صخرية واستخدموا آليات خاصة. وكذلك عمل اسداد تقوية لحوض التصريف، وهذا يعني مؤشر ينبئ بالخطر،
يعني مؤشر بان هناك اخبار غير سارة لمستخدمي المياه في العراق، خاصة الطبقة الفلاحية. معناها هم يعني وصلوا إلى درجة اليأس، وخاصة لما يظهر وزير ويقول نحن مؤمنين لمياه الشرب، وهذه اعتبارها كإعلاميين أنه نوع من الحرب النفسية، طالما أن يقال بأن هناك حروب للمياه أو هذا المصطلح ظهر بالآونة الأخيرة في السوشيال ميديا. وهذا الموضوع مؤسف أن يصل العراق وهو بلد النهرين إلى هذه المرحلة. نعم أستاذ بطل. نعم، يعني الأستاذ جمعة أنه من خلال كلام الوزير ببداية مشروع استخدام الخزين الميت، حقيقة حمل وزارة الزراعة عتب ولوم كبير جدا عنه طرق الري القديمة المستمرة. هل اليوم تتوافق مع رأي الوزير بتحمل اليوم وزارة الزراعة ما وصلنا إليه من أزمة مائية؟ حقيقة هذه الأزمة كشفت أمور كثيرة، واليوم المزارع العراقي ومستخدم المياه متتبع لهذه القضية، وحتى الرافد للإعلام الزراعي والمائي بالعراق يلاحظ الشرخ أو الهوة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية. هناك عدم تنسيق وعدم رؤية واضحة، يعني حتى من تسأل وزير أو تسأل مسؤول بوزارة الزراعة لا يستطيع أن يعطيك البيانات الكاملة، ولو تسأل أنت كصحفي مسؤول زراعي هل هناك زراعة للموسم القادم يقول أو تأتي إليك الإجابة هذا الموضوع لدى وزارة الموارد المائية. ووزارة الزراعة مثل ما أشار الأستاذ عادل لم تأخذ بالحسبان هذه الشحة. هناك إجراءات يجب أن تتوجه بها وزارة الزراعة وتنذر الحكومة، يا با إحنا وصلنا إلى مرحلة ميؤوس منها من الزراعة، لأنه لحد الآن لا يوجد مؤشر إلى الموسم الزراعي القادم. نعم، كل التحية والشكر لك الأستاذ جمعة الدراج من محافظة ميسان الخبير المائي والزراعة على كل هذه المعلومات. أحبة المشاهدين، أيضا كان عندنا لقاءات مع الفلاحين، وأيضا لوم كبير عن بعض الفلاحين اللي يستخدمون المياه ويمنعوها عن جيرانهم. حقيقة للأسف اليوم قاعد تتولى الصراعات، حتى وصلت إلى نزاعات عشائرية مسلحة بسبب قلة الموارد المائية وعدم فرض سلطة القانون بالتوزيع العادل والمراشنة مراشنة المياه بين المناطق والقرى وبين العشائر. خلينا نشوف هذا الفيديو وراجعين. نعم، شغلة المي العالي منعتها، وشغلة الكهرباء، وشغلة الخدمات. اها زين، مي سالة ماكو. زين شلون تشربون؟ نشرب نترس عندنا جريكانات وبسياراتنا نروح الخاصة. خوش؟ ايه هاي وحدة. اثنين، شغلة السقي المي سقي ماكو شحة. انت زارع هالسنه؟ ماكو زرع. سنه زرع ما عندنا. ماكو زراعة. هسه ناخذك ويانا وتصورون وشوفون، وهذا اللي رايه بصفكم. السنه راح نروح زين؟ هاي وحده. اثنين، اما ابو الري يسمع. اي. توجيهاتنا لابو الري. الدوله منطيته غاز ومنطيته حفارات، ومن تروح عليهم نقول له يابا عندنا تنظيف بالروايات يقول ما قعدات الحفارات. عندنا شغل بهن. انا ثلاث سنين اجيب حفاره وهاي العرب تشهد عليه. من جيب الخاص، ما اخذ فلوس من العالم، من جيب الخاص. اكو انسان وياي متبرع نجمعهن وننظف الرواي من يم التركي الصدر لحد البزاز نوصل بيها. خوش؟ ما لاحظ هاي دليلي بيها من يم التركي، يعني منين؟ من الصدر. الصدر الرئيس التركي لحد البزاز. لحد هذا البزاز كيلو. 3 كيلوات. الثلاث كيلوات الطول مالته هاي ثلاثة احنا قايسينها. ايه زين، 3 كيلوات هاي تنصبوا على حساب. هذا نصب على حساب الدوله قبل ما جتي. الدوله تقول احنا الحفارات مالتنا مش تشتغل. وين تشتغل؟ نسال ابو المدير الري. زين شايفيه تشتغل؟ نعم يشتغل. وين يشتغل؟ طحن بزول. انا اقول لك طحن باللطيفيه، طحن بزول مو اقول لك موجودات. وبوقت الحظر احنا نحتاجهن، ما موجودات يشتغلن. فانا اظل انتظر. لا اكيد انا جاي الموسم مي ماكو، وهسه بعينك انت تشوف. هاي وحده. اثنين، اراجع للمدير ابو الري
مو والمسؤول القناه هاي قناه 6 يسمونها مسؤول عليها، نقول لهم يابا تعال سوي لنا حلو يا ربعنا، احنا كنا ديره واحده. صحيح. ديره واحده، من اجي القاه صوروهم حجموهم البوريات لهم، هذا التصوير عنده بهذان هسه، انا قبل 3 ايام طالع بالليل، صورت الصندات موجوده. خوش بس ما رجعت عليهم. تجاوزات. تجاوزات. يعني مشكله تجاوزات انه بتحكي وياه انه بتحكي وياه. انا حاكيهم قال لهم مو انا اللي اطلع. هاي مو مشكلتي، مشكلته بالري. مثل ما تعطي الدوله راتب يطلع هو. يطلع بشرفه بسيارته. رجعنا وياكم احبه المشاهدين ومكملين حلقتنا، نرجع مع الاستاذ عادل المختار. استاذ عادل، بما انه يعني تحدثوا الاخوه الفلاحين عن موضوع المشاكل اللي قاعده تصير بالمناطق، يعني هناك ايضا عتب وعلامات استفهام كبيره جدا على مدراء الري، انه هناك بعض العلاقات قاعده تتدخل، يعطون المياه لجهه معينه وجهه اخرى ما يعطوها مياه، قاعد تصير نزاعات عشائريه. رايك بعمل مدراء الري بالمحافظات؟ يعني حقيقه هم الوضع مأساوي، يعني عندك ازمه مي كبيره وعندك ناس تريد تزرع خارج الخطه متجاوزين، عندك وضع صعب. يعني انا اتصور من قلت لك خليه ازمه راح تكون وزاره الدفاع والداخليه من ضمن الوزارات المعنيه، راح يكون هي مسؤوليتها بطم بحيرات الاسماك وليس الموارد المائيه اللي تروح حتى طمها يلزمهم يبسطون. هي شنو التجاوز؟ والموظف بعد يخاف، يعني لو تروح تهدده يقول لك استاذ عادل اليوم 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 اذا هسه يسمعون تصريحاتك بموضوع الطم بحيرات الاسماك، جمعيه منتجي الاسماك راح يزعلون عليك، مربي الاسماك. لا 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 باوع قاعد شنو؟ احنا ما نجامل احد في هذا الظرف، نحكي الحق. انت اليوم عندك مشكله بالاعلاف، وعندك مشكله بالتسويق ها قطع الاسماك، وعندك مشكله بالهيريكير، ومي ماكو للشرب. هل اجاملك واقول لك روح ربي اسماك؟ اتصور ذاك ذيك المره كنت قاعد ويا وكيل وزير الموارد المائيه وحكيت بهذا الموضوع، قال مو ذولا وين يروحون؟ قلت له العدل اللي توقفهم ما تخليهم يزرعون وين يروحون؟ اذا احنا اليوم لازم نشوف كلهم سواسي. طيب انت ليش ما ترجع الى الكلوز سيستم؟ ادعمك واعطيك قرض بدل البحيره كلوز سيستم. صح لو انا غلطان؟ مو العالم وصل للتقنيه؟ صح. زين مو ازمه اعلاف؟ بيش سعر كيلو السمك؟ المواطن يقدر ياكل؟ ما هي انت من تجي تنظر تشوف القطاع كله غلط. اليوم قطاع الاسماك انهيار، قطاع الجاموس والثروه الحيوانيه انهيار، الارشاد خونا، دواجن الدواجن ايضا دا يعانون. خلاص نرجع لموضوعنا. اليوم رب وسائل يسال يقول يعني ليش تتحمل الزراعه مو الموارد المائيه؟ الموارد المائيه يجيها كميه من المي تقدر ب 48 مليار تحديدا اللي صرفناه، راح نحكي على خطه العام صح. الماضي. صح. 48 مليار انت صرفت العام الماضي. طيب 85% من الاطلاقات تتوجه لمن؟ للقطاع الزراعي. زين نعم. هو ايش قد يحتاج؟ اضرب لك فد مثل بالارقام، اذا شوف انا دائما انطيك ارقام. صحيح. حتى مو كلام انشاء، احنا نريد ارقام حتى المواطن يسمع الارقام. انت اليوم من تزرع مليون دونم حنطه تحتاج 4 مليار متر مكعب. وسجلها، وكو بعض الاخوان يقولون اكثر. بس احنا نقول 4 مليار متر مكعب حتى تنتج نص مليون طن حنطه، بينما دول العالم تزرع المليون دونم ب 100 مليون متر مكعب 100، بينما احنا 4 مليار وتنتج مليونين، احنا ننتج نص. يعني انت خسران بالانتاج وبالشغل وبالمي، تتصورني؟ نعم. طيب لو نرجع نحدث هاي المنظومة الري ونقوم نزرع مثل دول العالم كلها، ها مليون دونم ب 100 مليون متر مكعب، يعني نقدر بنفس الكمية مال المي اللي نشتغلها بمنظومات الري القديم نزرع 10 مليون اذا مو اكثر. انا يعني احكي لك حتى لا احد يقول لي بالارقام وانت دا دخلك بالموت كامل. فانت بدل مليون واحد راح تزرع بنفس الكمية 10 مليون اللي احنا اليوم محتاجين هذا العمل. تصورني لي البقاله، الناس راح تعوف الريف وتروح المدينه، شنو الحل؟ اللي هو
تغير اسلوب العمل الزراعي مالتك، تدخل منظومات ريحيه. استاذ عادل عذرا، يعني بما انه تكلمت بهذا الموضوع ايضا اريد اليوم اخلي انه اليوم حتى الفكره ايضا تعمم اليوم حتى المشاهد والفلاح ايضا يستفاد من هذا الموضوع. خلي اطلع لكم تصريح وزير الموارد المائيه السيد الحمداني حول هذا الموضوع المهم جدا، اللي مثل ما ذكرت ببدايه الحلقه حمل وزاره الزراعه مسؤوليات كبيره بموضوع تقنيات الري القديمه اللي قاعد نهدر الكثير والكثير من المياه، اللي للاسف وصلنا الى ازمه خانقه. خلينا نشوف هذا التصريح وراجع. احبتي المشاهدين، طبعا استماع الى تصريح وزير الموارد المائيه، كل التحيه والشكر لك استاذ عادل المختار. للاسف وقت البرنامج انتهى، ان شاء الله نلتقي بيك بحلقات اخرى، وحقيقه دائما يعني تثري برنامج ارض السواد بهذه المعلومات المهمه، رغم انه بيها معلومات اليوم خطره ومأساويه، ولكن يجب اليوم ان نخلي المواطن بصوره الوضع المائي والزراعي العراقي اللي حقيقه للاسف يوم بعد يوم ذاهبين الى المجهول، لا تدهور مستمر الا اذا كان الوعي الحقيقي للمواطن والجهات المعنيه اللي نحملها مسؤوليه كبيره، خاصه وزاره الزراعه. كل التحيه والشكر لك استاذ عادل المختار الخبير الزراعي والمائي عبر السكايب، وايضا كل التحيه والشكر للاستاذ جمعه الدراج من محافظه نيسان ايضا الخبير الزراعي والمائي. الى هنا احبتي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى بواقع مائي افضل واجمل، الى اللقاء.